اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا بنتكلم دايما عن الرياضه وبنتكلم عن ابطال المنتخبات الوطنيه والانجازات اللي بيحققوها. يمكن في الفتره الاخيره في تركيز على كره القدم ومنتخب مصر اللي في بطوله افريقيا في الكاميرون واللي شرفونا ورفعوا راسنا واداء بطولي ورجولي، لكن على الجانب الاخر هناك ايضا منتخب لمصر حقق نجاح باهر الصراحه، منتخب مصر لقصار القامه نجحوا في التتويج ببطوله كاس العرب اللي اتلعبت في مدينه شرم الشيخ تحت شعار انا وانت واحد ضمن فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحه. مباريات يعني كان فيها تنافسيه عاليه جدا، نجح فيها ابطالنا في حصد هذه البطوله والفوز في المباراه النهائيه على المنتخب الاردني. عشان كده احنا النهارده معانا في الاستوديو من هؤلاء الأبطال عشان نبارك لهم على هذا الإنجاز العظيم. نبدأ بالترحيب بالكابتن أيمن العطار المدير الإداري لمنتخب مصر وأيضا يوسف الراوي لاعب المنتخب المصري. صباح الخير عليكم وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا عايز أبتدي بحاجة بعيدة شوية عن البطولة عشان احنا هنتكلم كتير على البطولة والكاس موجود قدامنا وطبعا هنحتفل ونحتفي بوجودكم معنا. يعني انا عارف الاجابة بس يجب عليا ان انا اسأل السؤال ده، وهبتدي مع حضرتك بما انك مسؤول اداريا عن الفريق. الاهتمام الشعبي ببطولاتكم اكيد اقل من المنتظر، بترجع السبب لايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر التلفزيون المصري على الاستضافه وان يكون يعني حاجه جميله قوي ان احنا نبقى لسه راجعين من شرم الشيخ امبارح ويكون اول لقاء لينا على التلفزيون المصري في صباح الخير يا مصر، ودي حاجه يعني بتقول لنا انتوا كده بداتوا تحطوا رجليكم على الطريق. تاني حاجه طبعا بشكر الدكتور اشرف صبحي على دعمه اللي كان قبل البطوله بشكل غير طبيعي، ادانا حافز وطلب من اللعيبه البطوله والا يقعدوا في شرم الشيخ. وكان بصراحه دي قعده لطيفه في شرم الشيخ طبعا. ولكن كان بصراحه اللعيبه كان على قدر المسؤوليه وكانوا واعدينه ان هو هياخدوا البطوله، وفي الملعب عمل معاهم بعد النهائي مكالمه فيديو وبفضل الله قال لهم يعني ان شاء الله في ليهم تكريم في الوزاره ان شاء الله. بشكر من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، صانع السعادة والمسؤول الأول عن الفريق أستاذ علي شعبان. هو مش موجود معنا ولكن هو في كل خطوة بيعملها كان الموضوع بيختلف، حارب لمدة 4 سنين عشان نوصل للهدف اللي احنا فيه النهاردة. طبعا الشكر موصول لكل مسؤول كان متواجد معنا في شرم الشيخ، وبنخص بالذكر سيادة المحافظ اللواء خالد فودة الراعي الرسمي للفريق بالفعل في شرم الشيخ من 4 سنين لحد النهارده. عظيم. اما ان الفريق مالوش شعبيه من بدري بنحاول ان احنا نحط عليهم سبوت، ولكن للاسف ما كانش في حد شايف الموضوع بالمنظر اللي احنا كنا بنحلم بيه. حلم كان للشباب دوت ان هم الناس تشوفهم، الناس تعرفهم، الناس تبطل النظره اللي هم شايفينهم بيها في الشارع على قدر ما هم عندهم هدف وحلم نفسهم يحققوه. فللاسف الشديد ما كانش في تسليط، والتسليط كان بيجي عباره عن لقطه وبتمشي. لكن كنت اتمنى ان البطوله من بدايتها واستقبال الوفود كان يغطيها الناس، يغطيها الاعلام، يغطيها الشبكات الاعلاميه بشكل حتى كان يجعلنا احنا كمان نفخر بده لما كانوا بيستقبلونا بره. احنا كنا بنشوف الشاشات التلفزيون بتاعتهم بتبقى مستنيانا في المطار. احنا سافرنا المغرب في 2019 فزنا على المغرب هناك، كان في وجود السفير المصري هناك وخدنا، كانت مباراتين، المباراه الاولى هي مباراه بطوله وديه بالفعل لكن احنا بفضل الله كسبناها، والمباراه الثانيه خسرها المنتخب المصري قصد المنتخب المغربي لان كان مختلط ما بين المنتخب المصري والمغربي. سافرنا الاردن عملنا نتائج كويسه، استضفنا العراق هنا السنه اللي فاتت في دهب وكانت برضك المباراه الاولى فوز منتخب مصر 4-0 والمباراه الثانيه 6-1. ان احنا ننتظر ان في يبقى حد بيحط الشباب ديت على طريق كويس ان هم يقدروا الناس تشوفهم ويغيروا نظره ان في دولت بس لمجرد ان هم يطلعوا في التمثيليات، للاسف كان الموضوع ستوب لحد بقى ما بفضل الله سبحانه وتعالى
حققتوا الانجاز. الموضوع ده جامد طبعا. الموضوع ده احنا يعني بجد في ناس تعبت فيه، في مدرب يعني لازم يذكر مجهوده اللي عمله كابتن محمود الحضري، مدرب عرف يتعامل معه اولا نفسيا. واضح ان دايما اسم الحضري بيجيب بطولات. حقه ياخده، ربنا يبارك فيك حبيبي. طيب يوسف صباح الخير عليك والف مبروك. والحقيقه يعني انت وزمايلك كلهم في الفريق الحقيقه شرفتونا كلنا، رفعتوا راسنا الحمد لله. بس عايز اعرف منك ممكن الساده المشاهدين كمان حابين يعرفوا ازاي بدايتك خالص لما ابتديت تلعب كوره وبعدين بقيت في منتخب مصر. كلمني اكتر عن بدايه مشوارك انت تلعب كره القدم. انا كنت بلعب كوره من وانا صغير في الشارع، بعد كده بدات اروح مراكز شباب ونوادي. لعبت في نادي وادي دجله 3 سنين مواليد 2003، ولعبت في نادي الجونه بسنتين برضو مواليد 2003. بس ما كانش فيه القدره ان انا اكمل بسبب فرق الاحجام، فرق الاطوال، المدربين يخافوا ان هم يشركوني في المباريات عشان الالتحامات وكده. فاللي هو خلاص ما فيش كوره، لحد ما عرفت استاذ علي شعبان، تواصلت معاه وانضميت الحمد لله لمنتخب مصر. طيب اصعب يعني وانت واحنا بنتكلم على بطوله، هي صحيح البطوله لسه دي اول نسخه ليها، لكن برضو بطوله ما كانتش سهله. مزبوط. المنتخبات ما كانتش بسيطه. مزبوط. منتخبات يمكن تكونوا قابلتوهم قبل كده، لكن اكيد كان في مواجهات انتوا كنتوا خايفين منها، او انت كيوسف تحديدا كنت خايف منها وقلقان. طبعا فكره ان انا لاعب منتخب اسبانيا، ما الفكره نفسها كبيره، خصوصا ده اول ماتش في الافتتاح. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسبهم وقدرنا نسجل قدامهم جون. منتخب الاردن منتخب قوي، لعبناهم في الفاينل كسبناهم 5-4. ومنتخب العراق احنا عارفينه من السنه اللي فاتت برضو منتخب قوي مش سهل خالص، وكسبناهم 1-0 وماتش كان قوي يعني. ما شاء الله. طيب يوسف قول لي دلوقتي انت موجود في المنتخب. مظبوط. المنتخب ليه فترات تجمع والمباريات التنافسيه بتاعه المنتخب، في غير وقت تجمع المنتخب ايه شكل الممارسه؟ يعني بتبقى موجود في نادي، بتلعب لوحدك، يعني احكي لنا اكتر. بنزل برايفت تريننج مع كابتن عماد عبدين. بنزل معاه، بنزل العب حتى كوره مع اصحابي، اللي هو اي حاجه عشان خصوص ما اكونش انا قاعد في البيت من غير تمارين يعني. لكن مفيش بطوله منظمه؟ لا احنا لحد دلوقتي التمارين بتاعتنا مش منظمه بسبب ان احنا لسه ما لناش ملعب صالات ان احنا نلعب عليه. لحد قبل البطوله تقريبا من 3 اسابيع دكتور اشرف صبحي وفر لنا ملعب يعني ان احنا نقدر نتدرب عليه. كابتن ايمن انا شفتك لما سالت يوسف على بطوله منظمه، يعني وشك بان عليه انطباعات كده ان هو نفسي. بتمنى ان فعلا يتعمل دوري منظم لجمال القامه، مش قصار القامه، جمال القامه. لان على مستوى مصر احنا عندنا 120 الف من الاقزام، الوصف الطبي ليه قزم. عندنا 120 الف دولت اللي بيبداوا ان هم يخرجوا عشان خاطر هم عايزين عندهم هدف يعملوه. مفيش انديه عندها فرق للاسف دي برضك. مفيش يا يوسف. لا للاسف. وبنتمنى ان فعلا يتعمل دوري على مستوى الجمهوريه. هلاقي بتاع اسيوط اللي جاي لي من اسيوط دلوقتي عشان يعمل تمرينه ويرجع تاني. يعني خليني برضك النقطه دي اتطرق ليها. انا عندي استاذ علي شعبان 4 سنين بيأجر ملاعب على حسابه الشخصي. الفريق دوت مسافر شرم وبيلعب البطوله دي، مشترين الترنجات بتاعته، هم اللي دافعين الفلوس. يا فندم الموضوع ما فيش يعني. لسه الدكتور اشرف صبحي لسه بيمد ايديه لينا قبل البطوله بالفعل، وبالفعل احنا اتوفر لينا امكانيات كنا بنتمناها في كل سنه، اتوفرت السنه دي في شرم الشيخ. لان بدات المؤسسه نفسها هي اللي بتبص لنا، مؤسسه الدوله نفسها هي اللي بتبص لنا. لكن احنا لحد قبل البطوله اللعيبه مشتريه كل واحد الترنج بتاعه على حسابه، السفر بتاعهم للمعسكر بتاع شرم الشيخ تسافر كل واحد على حسابه. لا الموضوع طيب موضوع يعني صعب. ثانيه واحده يا كابتن ايمن، حضرتك دلوقتي ذكرت انه في امكانيات بالفعل توفرت قبل البطوله، بطوله كاس العرب، ودلوقتي حضرتك بتقول دلوقتي انه اللعيبه التريننج لبسهم او تذاكر السفر كل ده كان على حسابهم. طيب خلينا نعرف من حضرتك ايه الامكانيات اللي توفرت. حته الملعب بقى، ملعب، اقامه، اعاشه، الحاجات دي كلها توفرت لها هناك من الدكتور اشرف صبحي في المدينه الشبابيه في شرم الشيخ. دي كانت طبعا فرقه كتير جدا. ان احنا المره دي خدنا الرعايه من وزاره الشباب والرياضه
في الامر دوت. السيد وزير السياحه وفر باص يودي الفريق بعد كده، لان الفريق اتقسم نصين، فريق راح قبل البطوله بثلاث ايام والباقي راح يوم 25. فالاتوبيس الكبير هو اللي كان متوفر في يوم 25، الرجوع كان بفضل الله الباصات متوفره. لكن انا بتكلم في لحد قبل البطوله ما كانش في حاجه، ما كانش الموضوع في. بلغتوا بعد البطوله قبلها بقد ايه يا كابتن؟ ليه اتبلغتوا بميعاد البطوله او كانت معلنه؟ البطوله معلنه، احنا بقى لنا سنه استاذ علي شعبان بيتواصل مع كل الدول، الدول بالفعل. يعني انا النهارده لما يجي لي منتخب العراق لابس حلو قوي وداخل المطار وشكله حلو وممثل من الوزاره رايح جاي معاه، المنتخب السوري جايب جوازات دبلوماسيه وشكله حلو والموضوع منظم، المنتخب الاسباني نفس الموضوع، الموضوع كان الدول جايه لنا شكلها حلو، واحنا بفضل الله ظهرنا كمان بشكل حلو. طيب انا هنا عشان كده الكلام ده يخليني اسال سؤال مهم. انتوا حققتوا بطوله كبيره وانجاز، والانجاز ده حطكوا تحت السبوت لايت او تحت النور، الناس بقت شايفاكوا دلوقتي، لا في منتخب في مصر لقصار القامه بيحقق نتائج، ودكتور اشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي ده حاجه بجد بجد، اخلاق ادب جبر خواطر عنده بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. راجل فعلا احنا في اللقاء بتاعنا معاه جبر بخاطر كل اللي موجودين، كان سبب مباشر في ان يتعمل في لجنه فرعيه في اللجنه البارالاولمبيه لكسار القامه. طيب احكي لي بقى على الوعود اللي قدمها لكم دكتور اشرف صبحي للاهتمام بالمنتخب في الفتره القادمه، يعني ننتظر ايه في اللي جاي؟ انا 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 ك ك ك يعني انا اولا مش المسؤول الاداري، لا انا من ضمن الجهاز الاداري للموضوع ومدرب حراس المرمى الفريق، لكن انا من ضمن الجهاز بس مش اكتر. لكن المسؤول الاداري استاذ علي شعبان، في مستر ايمن امين، في مدام رانيا، مدام مها، الموضوع في منظومه تانية بتحاول تتكاتف ان هي تعمل حاجه. دكتور اشرف صبحي وعدنا بان اللي جاي افضل من اللي فات. انتوا دلوقتي مش بتوع حد، انتوا دلوقتي بتوع الدوله طبعا. دي بقى دي طبعا بعد اللقاء بتاعه في الوزاره قبل البطوله، بصراحه خلانا احنا نازلين الشباب عندها هدف خلاص. احنا كمان شفنا صور من اللقاء مع دكتور بصراحة اشرف صبحي، الشباب كان عندها هدف وخرج من اللقاء في قمه السعاده، وهو فعلا كان عنده جبر خاطر، وانا اعتبر السنه دي عام جبر خاطر، قادرون باختلاف ان شاء الله بحقيقي حقيقي. يعني يعني اليوم بتاع قادرون باختلاف ما اظنش ان مفيش حد عينه ما بكتش. طيب خليني انتقل بقى ليوسف مره تانية. يوسف يعني بطوله مش سهله، وانتوا حققتوا بالفعل انجازات برغم كل الصعوبات اللي اتكلمنا عليها، وده يخلينا نقدر ونثمن انجازكم ده بشكل اكبر كمان. بس كمان الفتره اللي فاتت كان بجانب كل الصعوبات دي كان في يعني خلينا نقول عرض عالمي، هو ازمه وجائحه كورونا. طبعا تدريباتكم كانت عامله ازاي؟ كنتوا ازاي حتى انت وباقي اعضاء يعني زمايلك في الفريق في المنتخب طبعا المصري لكره قصار القامه، كنتوا ازاي بتتدربوا؟ يعني احكي لنا واحكي للساده المشاهدين اكتر. كان وقت الجائحه كابتن محمود الحضري طبعا كان مخلي كل واحد نظام غذائي ليه لوحده، كل واحد ليه تمارين خاصه لوحده، برايفت تريننج زي ما تحرك في الاول. فكنا قادرين ان احنا نواصل تمارين وفي نفس الوقت ما يحصلش زياده عن ده. طيب يوسف انت مركزك ايه في الملعب؟ انا هاف ديفندر او وينج رايت. مين بقى مثلك الاعلى؟ كابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي انت اهلاوي؟ محمد ابو تريك على طول كده على طول. طيب قول لي انت دلوقتي يعني نجحت الحمد لله، وطبعا احنا بنطلب منك ان انت تستمر في نجاحك ان شاء الله. محتاج ايه عشان تستمر في هذا النجاح؟ اول حاجه محتاجين طبعا ان احنا نتمرن بانتظام، ان احنا مستنيين بطولات تانيه كتير، منهم في بطوله ان شاء الله في العراق شهر 4، بطوله كوبا في شهر 5، وفي ان شاء الله كاس العالم في 2023. يعني في بطولات كتير. طبعا وفي دعوه لاسبانيا شهر 7. شهر 7 ان شاء الله. طيب عايز ايه عشان تبقى مستعد لهذه البطولات؟ محتاجين طبعا ملعب ان احنا نتمرن بانتظام، ملعب صالات طبعا، ان احنا الماتشات بتاعتنا بتتلعب على الصالات، دي اكتر حاجه يعتبر محتاجينها، ومحتاجين يبقى في رعايه مثلا للتيشيرتات للتريننج،
الكلام ده كله. ليه مقاسات خاصة يعني المفروض ان بيجي بياخد له مقاسات خاصة، بيعمل له الطول بتاعه زي اي رياضي، حاجة بتاعته هو خاصة بتاعته. اي رياضي اي رياضي بيشارك في اي لعبة. الحذاء بتاعه اصلا مختلف لان هو حذاء صلاة ومش متوفر بالمقاسات الصغيرة بتاعتهم كمان يعني. يعني اللي بتبوظ جزمته ممكن يكمل بالجزمة وهي بايظة. يعني انا ممكن اخد من كلام حضرتك اوجه لكل السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وكل اصحاب الشركات العامله في مجال الرياضه، بنقدم لكم طلب على الهواء ان كان يسمح لينا ان احنا نقدم طلب. لو في رعاه من الشركات الرياضيه او الشركات العامله في الملابس الرياضيه او الشركات العامله لرعايه المواهب الرياضيه، الجامعات اللي بتقدم الدعم الدراسي او الانديه اللي ممكن تستضيف الابطال المصريين، بكل تأكيد هذا الفريق يحتاج إلى رعاية ورعاية قوية في مختلف أوجه هذه الصناعة، لأن كرة القدم أصبحت صناعة. فأي حد حابب أن يكون لي دور في رعاية هذا الفريق أرجوكم تواصلوا معنا، أو بكل تأكيد تقدروا تتواصلوا مع الفريق نفسه أو تتواصلوا مع وزارة الشباب والرياضة، الأندية، شركات الملابس الرياضية، أصحاب الملاعب، كل من يعمل في قطاع الرياضه يا جماله. صحيح، كل من له علاقه بهذا الامر يقدر يساعد باي شكل. احنا كمان كابتن ايمن، يعني اعتقد انه ناس كتير بعد ما يشوفوا هذا اللقاء ويقعدوا يتمعنوا كده ويشوفوا انجازات ابطالنا عملوا ايه وازاي شرفونا وازاي شرفوا مصر، هيبقى في كتير من الاسر اللي عندهم اطفال من قصار القامه او حتى لو في حد عايز يشارك او يبتدي ان هو يلعب كره القدم لقصار القامه، ازاي ممكن يتواصل؟ هو اصل الموضوع الهدف منه هو ده، ال 120 الف الموجودين في مصر ده عدد مش بسيط، وفي الاخر كله بيخاف يخرج من بيته. الموضوع لما دلوقتي تسليط الضوء اللي بيحصل دلوقتي زي ما حصل مع ملتزمه داون، بدأ تسليط الضوء عليهم من فترة ويظهروا ان هم ابطال، النظرة بتاعت المجتمع اختلفت. دولت محتاجين نفس التسليط دوت عشان يخرجوا تاني لسكة تكون نظرة المجتمع فيه بتختلف عليهم. أكيد. يعني الامر بالفعل مفتوح لكل قصار القامة في مصر، باب المنتخب مفتوح مش مقفول، مش حكر على حد. اللي عايز يجي يتواصل معاك يتواصل اللعيب والحريف موجود في الفريق، واللي بيحب الكورة ومش حريف كابتن الفريق يقدر ان هو مدرب الفريق ده يقدر ان هو يعمل منه خامة طالما هو بيحب الحاجه. فده طبيعي جدا. طيب انا عايز بقى طلب صغير. اتفضل بس سريعا عشان عايز اسال اخر سؤال ليوسف. طيب احنا ليه طلب صغير جدا؟ لان السيد الوزير لما تواصل معانا في الملعب يعني كانت قال ده فال حسن لمباراه المغرب بالليل. والحمد لله احنا كان فال حسن عظيم. وبعد الحمد لله ما المنتخب المغربي حرقت لي جزء من السؤال. حرقت لي جزء. اتمنى ان يكون في ولو يعني دي لو هتبقى مكافاه تبقى حاجه جميله جدا، ان المنتخب يسافر يشجع منتخب مصر في مباراه الكاس، واحنا بنضم صوتنا لصوتك. اتمنى دي تحصل ومش هنلاقيها، هتفرق كتير قوي معاهم نفسيا. اكيد هتعمل لهم جو مع لعيبه المنتخب. اتمنى وهتفرق معاهم. طبعا اكيد بكل تاكيد. يوسف يعني اتحرق لي جزء من السؤال. اكيد بتتفرج على كاس الامم، بتتفرج على منتخب مصر طبعا، وانت راجل محترف في منتخب مصر. الحمد لله. ايه رايك في الفرقه وكارلوس كيروش؟ بعد كان في انتقادات في الاول للاداء وبعدين الفرقه ظهرت وبانت. انت راجل بروفيشنال يعني موجود في فريق، فلك الحريه طبعا انك يكون لك راي في الفرقه. قول لنا ايه رايك في منتخب مصر، نجم منتخب مصر لقصار القامه؟ الحمد لله. مستر كيروش لحد دلوقتي طبعا ماشي صح، كسب فرق من اقوى الفرق الافريقيه اذا كان المغرب او كوتيفوار، فهو ماشي صح طبعا. يمكن في الاول ما كانش لسه في كيمستري بين مستر كروش وبين اللعيبه، فده كان من الطبيعي يعني. بس لحد دلوقتي الحمد لله ماشي صح، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب يا مسهل الحال ان شاء الله. يوسف الراوي لاعب المنتخب المصري لقصار القامه ونجم منتخب مصر في خط وسط المدافع، مظبوط؟ لا هاف ديفندر. هاف ديفندر هاف ديفندر خط وسط المدافع وينج رايت. وينج رايت. بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. والكابتن ايمن العطار عضو الجهاز الاداري للمنتخب المصري ومدرب حراس المرمى. ربنا يحفظك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا والف مبروك ليك مره ثانيه. الله يبارك فيك يا فندم. شكرا.